بلدة الجيجا في الجبل الأخضر تحتضن الملتقى العام للمدن والقبائل الليبية بحضور الأعيان والحكماء والمشايخ الذين توافدوا من كافة المدن والمناطق، لنؤكد بأننا كنا ولا زلنا على العهد داعمين لقواتنا المسلحة في حربنا على الإرهاب في بدايتها، وحتى الآن نحن لن نتخلى أبدا عن دعم بأرواح أبنائنا الأعز. الملتقى العام انطلق بعدد من الكلمات التي أكدت في مجملها على وحدة الصف والكلمة من خلال هذا الاجتماع الوطني. بيان مشترك للقبائل الليبية المشاركة صاغه الحاضرون مؤكدين فيه على وحدة التراب الليبي، منددين بالتدخل التركي القطري في الشأن الليبي حسب البيان. كما أشاد المجتمعون في ملتقاهم الأول بالدور البطولي للجيش الوطني في محاربة الإرهاب، كما دعوا إلى تبني نظام اقتصادي يضمن العدالة بين كافة أفراد المجتمع في كافة المدن الليبية دون تمييز. كافة القبائل والمدن الليبية، ونقول لكم عليكم أهلا ونزلتم سهلا في الأيضا بجهاد الخلود والتاريخ المجد والحضارة الشهداء. كما دعا المشاركون إلى ضمان حرية الصحافة والإبداع الفكري والثقافي بما لا يتعارض وقيم المجتمع الليبي واستيعاب الرؤى الشبابية ودعمها، مؤكدين على نبذهم لكافة أشكال التطرف والإرهاب.